وسط التقدم الصناعي الهائل الذي يعرفه العالم، التلوث يهدد مختلف الأنظمة البيئية. شركة كلير واتر ميلز بالولايات المتحدة صممت محطة عائمة لإزالة النفايات في نهر خوان جيز الذي يصب في ساحل المحيط الهادئ. واندا جيز جهاز يعمل بواسطة عجلة مائية باستخدام الطاقة الشمسية. هذا النظام هو الأول من نوعه في أمريكا اللاتينية. تشتغل الآلة بالمحرك الميكانيكي، مضخات الماء تشتغل بالطاقة، لذلك نشحن البطاريات بواسطة ألواح الطاقة الشمسية. في العاصمة واشنطن تنتج يوميا 2500 طن من النفايات. معظم هذه النفايات ترمى في الشوارع والمحيطات، حوالي 50% منها عبارة عن بلاستيك يفرز ويعاد تدويره هنا في هذه المحطة العائمة لمكافحة التلوث. الفكرة من اختراع هذا الجهاز هي إعادة تدوير هذه النفايات البلاستيكية والاستفادة منها بشكل إيجابي. يقع جزء كبير من النفايات في مستويات عميقة تحت الماء يصعب إزالتها، تأكلها الأسماك لتدخل بذلك في السلسلة الغذائية، فلا بد من تغيير جذري في أسلوب الحياة وعادات الاستهلاك لخلق توازن بيئي ومجتمع صحي.